عاملين ايه النهارده؟ وحشتوني قوي. النهارده بقى احنا هنراجع مع بعض الحرف ده واخوه، ماشي؟ يلا بس نشوف احنا اخر حرف اكلته الدوده كان حرف الخاء اللي على راسه في نوك. يلا بقى نشوف الحرف ده النهارده اسمه حرف ايه؟ لو فاكرين كان اسمه حرف دال. دال دال. حرف الدال احنا قلنا كان بيتكتب ازاي؟ ديك واقف قاعد على السطر. تاني ديك واقف قاعد على السطر اسمه حرف ايه؟ دال. يلا نشوف اصحابه. اسمه ايه ده؟ ديك. ده صاحب حرف الدال. اسمه ايه؟ ديك. الديك من الطيور، يعني اخواته الحمامه العصفور، وايه تاني ممكن يبقى برضه من اخواته؟ الدجاجه. طيب تاني واحد ده اسمه ايه؟ دائره. دال دائره. دال دائره. طيب الدائره دي من الاشكال الهندسيه، يعني اخواتها المربع والمثلث والمستطيل، اسمها ايه؟ دائرة. دائرة. وصاحبهم الثالث اسمه ايه ده؟ دراجة. دال دراجة. دال دراجة. الدراجة دي من وسائل المواصلات، يعني ايه؟ يعني لما بركبها بتساعدني ان انا اوصل من مكان لمكان. طب اخواتها مين؟ الطائرة والسيارة. طيب ده اسم حرف ايه بقى؟ ذال. اخو الذال بس على راسه في ايه؟ نقطة. ذال. بطلع الطرف الثاني. ذال ذال. طب يلا نشوف صحاب حرف الذال. طيب اسمه ايه ده؟ ذرة. ذال ذرة. ذال ذرة. الذرة دي نبات، يعني بيتزرع. طيب انا لما باخد النبات ده بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه الفشار، اسمه ايه؟ ذرة. ذال ذرة. طيب صاحبها بقى ده اسمه ايه؟ ذئب. ذال ذئب. ذال ذئب. طيب الذئب ده ترى بياكل ايه؟ لحم. بياكل ايه؟ لحم. يلا نشوف اللي بعد كده. طيب عارفين دي اسمها ايه؟ ذهب. ذال ذهب. ذال ذهب. طيب اخر حاجة بقى دي اسمها ايه؟ ذراع. ذال ذراع. دي اسمها ذراع. ذال ذراع. احنا كده النهاردة رجعنا مع بعض حرف الدال وحرف الذال. شكرا. باي باي.